من حقي أن أتعلم. كلمات بسيطة هتف بها أطفال القدس الشرقية في وقفة احتجاجية يطالبون من خلالها بأدنى حق لهم وهو التعليم. من حق أبناء مدينتي أن يذهبوا إلى مدارسهم بأمان دون الخوف على حياتهم. هذا ما قالته مسؤولة الحملة. فالحملة كان أطلقناها كفعاليات نسائية بالتعاون مع مدير التربية بهدف تسليط الضوء إعلاميا على الوضع الإعلامي الوضع التعليمي في مدينة دوما. الهدف من الحملة هو التواصل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وخاصة اليونيسيف اليونيسكو مسؤول عن التعليم لتأخذ دورة بشكل جدي في مدينة دوما لتمارس يعني حق أطفال مدينة دوما المهدور بالتعليم. إضافة حق الحياة عنا طبعا أكيد نحن فقدناه بشكل كامل بسبب القصف المستمر علينا، بس ايضا حق التعليم هو حق يعني اساسي عند الاطفال المدينه. فنحن هذا اللي الهدف الاساسي من الحمله هو نحن نقدر نساعد اطفال دوما ليستعيدوا حقهم بالتعليم ويكونوا معهم. تاتي هذه الوقفه بعد استمرار القصف على الاحياء السكنيه في الوقطة الشرقيه وخصيصا المدارس، حيث سجل استهداف اكثر من مدرسه في الوقطة بالقصف، فكان اخرها مجزرة بحق 8 أطفال كان ذنبهم الوحيد أنهم أبناء الغوطة. الآن نحن نرى معاناة الطلبة فيما يتعلق بالتعليم بالانقطاع عن المدارس، لكن هناك معاناة نفسية جدا. خرج الطلاب من المدرسة ورأوا المدرسات على الأرض جرحى، ورأوا أصدقائهم الأطفال في باحة المدرسة وقد قضوا نحبهم بأشلاء ممزقة. رأوا بعض الأعضاء مبتورة. أنا رأيت الأطفال كيف كانوا يركضون بحال الذعر وهلع شديد، صيحة الأطفال من حقي أن أتعلم، صيحة للعالم العربي والإسلامي وللعالم الحر في إنقاذ التعليم في الغوطة الشرقية. تعلو الصرخات من هذه الأرض المنكوبة منذرة ضمير العالم بالاستيقاظ لإنقاذ جيل تحصه المخاطر، فإما أن يحيا بجهل أو يموت على أدراج العلم. من الغوطة الشرقية، منصور أبو الخير، قناة حلب اليوم.